إذن لازم قفزة نوعية. أنا أعتقد أن أقل من 60-70 قنطار في الهكتار في الجنوب ما فيش ربح كبير، فيش ربح كبير ربما بالنسبة للشيء اللي، وبالأخص أن الفلاحة نتاع الجنوب معروفة كل أخصائيين حتى قبل ما ننطلق. وأنا كان لي الشرف كنت أول بإعادة أول ولاية انطلقت في لا ميزون فالور، أول ولاية، ولاية أضرار. الحمد لله زدت وتوسعت والبنية راها تنتج وحاصيل البحر راه ينتج، ولكن ما نبقاش نكتفي بشي اللي درنا فيه. اليوم الناس تتقدم، الخضروات والفواكه نشوف باللي الجزائر فاتت لمرحلة أخرى. المشاتل اللي موجودة نتاع أشجار مثمرة اليوم الناس فاتوا الفواكه، يعني فيه رغبة باش ينتج ويربح. نتمنى باش الفلاحة الأصلية أساسية بازيك تاع الحبوب تلقى صدى تاع الكلام اللي نقول فيه.